أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم. لعن الله ظالميك يا فاطمة. كلمة قالتها امرأة في قضية ذكرتها سابقا قبل سنوات، ومررت عليها مرور الكرام، أريد أن أذكر هذه القضية وأتوقف عند نقاط مهمة علمية وعملية. هذه القضية رواها كبار العلماء وكبار المحدثين. أذكر لكم نص هذه القضية أو نص مقاطع من هذه القضية، ثم أتوقف عند النقاط فيها. هذه الرواية رواها من العلماء الكبار الشهيد الأول رضوان الله عليه في مزاره، ورواها من المحدثين الكبار من أشهر المحدثين محمد بن المشهدي، وهذا من كبار المحدثين في القرن السادس الهجري في كتاب المزار أيضا، ورواها آخرون أيضا. مع قطع النظر عن السند، لا نريد أن نناقش نقاشا سنديا،
نذكر أصل القضية عن بشار المكاري. قال: دخلت على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه بالكوفة، وقد قدم له طبق من تمر وهو يأكل، فقال لي: يا بشار أدن فكل. فقلت: هنأك الله وجعلني فداك، قد أخذتني العبرة من شيء رأيته وأوجع قلبي، إلى أن قال عليه السلام لبشار: قال حديثك، يعني أذكر حديثك، ما الذي رأيت؟ قلت له: رأيت جلوازا يضرب رأس امرأة ويسوقها إلى الحبس وهي تنادي بأعلى صوتها المستغاث بالله وبرسوله ولا يغيثها أحد. قال عليه السلام: ولم فعل بها ذلك؟ ولم فعل بها ذاك؟ فقلت: إنها عثرت. فقالت: لعن الله ظالميك يا فاطمة. الإنسان عندما يعثر يتذكر فاطمة الزهراء، خصوصا إذا كانت امرأة. فارتكب منها ما ارتكب، لأجل هذه الكلمة صنعوا بها ذلك. قال بشار: فقطع الإمام الأكل وصار يبكي، ولم يزل يبكي حتى ابتلت لحيته الشريفة وصدره الشريف بالدموع. ثم قال: يا بشار قم بنا إلى مسجد السهلة فندعو الله عز وجل ونسأله خلاص هذه المرأة. ثم وجه بعض الشيعة إلى باب السلطان وأمره أن إذا حدث بالمرأة حدث جاء إلينا. فصرنا إلى مسجد السهلة وصلى كل واحد منا ركعتين، ثم رفع الإمام أبو عبد الله يده إلى السماء ودعا بدعاء، هو يذكر الدعاء، دعاء عظيم جدا. ثم خر الإمام ساجدا لا أسمع منه إلا النفس، ما كنت أسمع كلمات من الإمام. ثم رفع رأسه وقال: قم فقد أطلقت المرأة. فخرجنا جميعا، فبينما نحن في الطريق إذ لحق بنا الرجل الذي وجهناه إلى باب السلطان، فقال الإمام عليه السلام له: ما الخبر؟ قال: قد أطلق عنها. قال عليه السلام: كيف كان إخراجها؟ قال: كنت واقفا بباب السلطان إذ خرج حاجب فدعاها وقال لها: ما الذي تكلمت؟ قالت: عثرت فقلت لعن الله ظالميك يا فاطمة. فأخرج الحاجب 200 درهم وقال: خذي هذه الأموال واجعل الأميرة في حل. فأبت أن تأخذها، فقال لها: إذن انصرفي إلى بيتك. فذهبت إلى منزلها. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أبت أن تأخذ 200 درهم؟ قال: نعم، وهي والله محتاجة إليها. فأخرج الإمام عليه الصلاة والسلام صرة
وقال اذهب أنت بهذه إلى منزلها فاقرأها مني السلام وادفع إليها هذه الدنانير. قال بشار المكاري فذهبنا جميعا فأقرأناها منه السلام فقالت مدهوشة بالله أقرأني جعفر بن محمد السلام؟ فقلت لها رحمك الله والله إن جعفر بن محمد أقرأك السلام. فشهقت وأغمي عليها، فلما أفاقت قالت أعدها علي، فأعدنا عليها وهي تشهق ويغشى عليها 3 مرات، ثم قلنا لها خذي هذا ما أرسل به إليك، فأخذته منا وقالت سلوه أن يستوهب أمته من الله، فما أعرف أحدا أتوسل به إلى الله أعظم منه ومن آبائه. فرجعنا إلى أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام فحدثناه بما كان، فجعل الإمام يبكي ويدعو له. هذه مقاطع من هذه القضية، القضية طبعا لها تتمة أيضا. هنا نريد أن نتوقف وقفات سريعة. الوقفة الأولى، مدى عظمة معرفة هذه المرأة. امرأة محتاجة إلى المال، يقدم لها 100 درهم وهي بحاجة. 100 درهم مبلغ كبير كان آنذاك، ولكن هذا المال جاء من شخص ظالم، ثم يريد أن يصور هذه القضية بأنها انتهت رغم احتياجها. وتعلمون أن الأموال من الأمور التي تزل فيها أقدام الكثير من الناس، من الامتحانات الصعبة، ولكن أبت أن تأخذ هذا المال رغم احتياجها بالله. الكلمات التي قالتها هذه المرأة يستكشف منها أنها كانت في درجات عالية من المعرفة. هذه الكلمات قالتها امرأة في تلك الظروف، في تلك العصور. تعلمون أن معرفتنا بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام في هذه العصور أفضل من معرفة الكثير في تلك العصور. الأمور ما كانت معلومة، شيئا فشيئا بالجمع بين الروايات الشريفة الكثيرة والتدقيق في الآيات القرآنية المباركة، المسلمون اكتشفوا أشياء. هذه الأشياء، هذه العقائد، هذه المعرفة في تلك العصور ما كانت لأكثر الناس. تقول لهؤلاء سلوه، يعني سلوا الإمام عليه السلام أن يستوهب أمته من الله. هذه العبارة ابحثوا عنها في تلك العصور، لا تجدون نظيرا لها إلا نادرا، أن شخصا وصل إلى هذه المرتبة من المعرفة يقول مثل هذا الكلام. من جهة أخرى، عندما أبلغوها سلام الإمام عليه الصلاة والسلام، أية معرفة هذه، شهقت من شدة الفرح وأغمي عليها من شدة الفرح. هل نجد هذه المعرفة في أنفسنا؟ إمام معصوم، حجة الله على الكائنات،
كل شيء بنص كلام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام مأمور أن يطيعهم، كل ما في الكون يبلغني السلام. ثم عندما أفاقت كأنها لا تصدق، قالت أعدها علي مرتين، المرة الثانية والمرة الثالثة أيضا. معرفة كبيرة كانت تحملها هذه المرأة. الوقفة الثانية، هذه الرواية بالإضافة إلى المئات من الروايات الشريفة، ولا مبالغة في العدد، بل إذا أحصل الإنسان الروايات التي يستفاد منها هذا المعنى ربما كانت بالآلاف، أنا أقول بالمئات على الأقل. هذه الرواية والمئات من الروايات الشريفة يتبين منها بكل وضوح أن الله سبحانه وتعالى كان قد أطلع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام على الغيب. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في مسجد السهلة، وبينه وبين مقر الحكومة كيلومترات. الإمام في السجدة يرفع رأسه من السجود ويبين أن المرأة أطلق سراحه. من أين عرف؟ من أين عرف؟ لا كانت أجهزة ولا غير ذلك، هو في السجود يرفع رأسه من السجود يقول مضمون الكلام أطلق سراحه، قم فقد أطلقت المرأة. طبعا هناك روايات كثيرة، قلت بالمئات من الروايات، إخبارات النبي وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام بالمغيبات، بالأمور الغائبة التي لا يتمكن أن يعرفها الإنسان إلا عبر طرق غيبية، إلا من الله عز وجل. الله عز وجل أطلعهم على الغيب. الوقفة الثالثة وهي وقفة مهمة جدا، الإمام عليه الصلاة والسلام لاحظوا تعاطف وتفاعل مع هذه القضية الصغيرة تعاطفا وتفاعلا استثنائيا غير طبيعي. عندما سمع الإمام أن هذه المرأة ضربت لأنها قالت لعن الله ظالميك يا فاطمة، الإمام أجهش بالبكاء، ما بكى قليلا، بكى حسب تعبير نص العبارة، بكى حتى ابتلت لحيته الشريفة والدموع لا تتوقف حتى ابتل صدره الشريف من شدة البكاء. ثم الإمام عليه الصلاة والسلام بنفسه يدعو لها، يصلي ركعتين ويدعو بدعاء عظيم جدا، يقسم على الله عز وجل بأمور عظيمة، ثم يسجد. ثم لا نعلم ماذا صنع الإمام عليه الصلاة والسلام في هذه القضية. الإمام له الولاية التكوينية، يتمكن أن يتصرف تصرفا تكوينيا، يتمكن أن يتصرف في قلب ذلك الوالي. لا نعلم ماذا حصل. بشار المكاري ينقل الظاهر من القضية، أما ما وراء هذا الظاهر بشار لا يعرف، وما تمكن أن ينقل ماذا حدث مرة واحدة. هؤلاء كانوا يعادون الشيعة بصورة غير طبيعية، أخذوا هذه المرأة مرة، المعادلات تنقلب، يأتي إليها الشخص وبطريقة اعتذار يقدم لها مالا، اجعلي الأمير في حل. ماذا صنع الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام من التصرف التكويني لا نعلم، ولكنه تصرف تصرفا استثنائيا في هذه القضية.
طبعا هناك روايات أخرى أيضا فيما يرتبط بالقضايا التي تخص الزهراء سلام الله عليها. نرى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تصرفهم تصرف استثنائي. النقطة والوقفة الرابعة وهي وقفة مهمة جدا فيما يرتبط بنا. الإمام عليه الصلاة والسلام كان يعلم متى يطلق سراح المرأة. لماذا أرسل شخصا إلى باب السلطان؟ الإمام عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن يدعو لها في داره، لماذا ذهب إلى مسجد السهلة؟ وربما كان مسجد السهلة بعيدا عن دار الإمام. الكوفة آنذاك كانت مدينة ضخمة جدا، كان يسكنها على بعض التقديرات 4.5 ملايين، مدينة ضخمة. ربما من دار الإمام إلى مسجد السهلة كان فاصلا كبيرا. الإمام ذهب إلى مسجد السهلة ليدعو لهذه المرة. الإمام يريد أن يتصرف في قلب الوالي، يتمكن من داره أن يتصرف. دعاء الإمام مستجاب أينما كان. ثم يأخذ معه بشار المكاري. لماذا؟ دعاء الإمام هو الأساس. صحيح أن الدعاء من أي شخص شيء محبوب، ولكن الإمام دعا لها. يأخذ بشار أيضا معه. لماذا؟ الإمام عليه الصلاة والسلام ربما من أسباب ذلك أنه كان يريد أن تصل القضية إلينا نحن، كان يريد أن يوجه الشيعة نحو الاهتمام بما يخص فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، حتى لو كانت قضية بهذا الحجم من الظاهر الصغير في هذه القضية. يرسل شخصا إلى باب السلطان حتى يأتي ويخبر ماذا حدث. الإمام هو يعلم، بل هو أخبر أصلا، هو في مسجد السهل أخبر، ولكن حتى ينقل ذلك الشخص، وبشار المكاري ينقل القضية إلينا وإلى الأجيال. الإمام يذهب إلى مسجد السهلة ليوضح للشيعة أن القضية التي تخص الزهراء اهتموا بها. الإمام هو يهتم، يقوم يذهب إلى مسجد السهلة. ثم يكرم هذه المرأة، هكذا إكرام. هذه كلها من أسبابها ربما توجيه الشيعة نحو هذا الاتجاه، نحو الاهتمام بكل القضايا التي ترتبط بسيدة نساء العالمين. هذه قضايا مهمة في نظر أهل البيت، هذه قضايا مهمة. المرأة ما صنعت شيئا كبيرا، قالت كلمة فقط في الشارع، وتعرضت بسبب هذه الكلمة للأذى، للضرب والسجن. الإمام صنع هذا الصنيع، يذهب بنفسه، يصلي، يدعو، ويأخذ معه من ينقل القضية إلينا. وهناك نقاط أخرى ووقفات أخرى في هذه القضية. نتركها. الإنسان إذا دقق في هذه الكلمات الواردة في هذه القضية المختصرة يجد فيها أشياء عظيمة. ابن العم المرحوم آية الله السيد محمد الرضا الشيرازي رضوان الله عليه، و
والذي نعيش في هذا اليوم ذكرى فقدانه المؤسف والمؤلم، ولا اعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، كان في قمة الفقاهة والعلم، وقد لمست ذلك منه عن قرب. كان في قمة التقوى والورع، وقد لمستم ذلك منه من قرب. كان في درجات عالية من الزهد، اسألوا أقرباءه عن ذلك الذين كانوا يعيشون معه في حياته الخاصة. أخلاقه العالية، بسمته التي ما كانت تفارق شفتيه حتى في الظروف الصعبة، وقد لاحظتم ذلك منه. هذه تكشف عن روح عالية، عن أخلاق عظيمة. وأتصور أنكم تشتركون معي فيما قلت. كانت له بالإضافة إلى هذه الصفات محبة خاصة في قلوب الناس، لا أقول في قلوب المحيطين به من قرب، لا حتى الناس الذين ما التقوا به طيلة حياته. سؤالي، من أين جاءت هذه المكانة العالية للفقيه الفقيد؟ لا يوجد شيء في هذا الكون صدفة، كل شيء بحساب. المحبة القليلة النظير، مئات الآلاف من الذين ما التقوا به ولا مرة واحدة كانوا يبكون عليه بكاء غير طبيعي. من أين هذه المحبة؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا الود من أين جاء؟ إحدى تلك الأسباب التي جعلت منه هذا الشخص المرموق المحبوب. حسب تعبير أحد العلماء كان يقول كان في قمة النضج وبداية العطاء. هذه المكانة لها أسباب، هذه المحبة لها أسباب. إحدى أهم تلك الأسباب ما كان عنه حديثنا، ما دار عنه حديثنا، كان رضوان الله عليهم متفانيا في حب فاطمة الزهراء، ومتفانيا في الدفاع عنها. كان يوجه بكلماته، بخطبه، بمواقفه الناس نحو الوقوف مع قضية فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أنتم في هذا البلد عن قرب لاحظتم ذلك. كان من الذين رفعوا الراية لإحياء الأيام الفاطمية، كانت لكلماته التأثير الكبير في انتشار مجالس البراءة، المجالس الفاطمية
قمة مجالس البراءة من أعداء الله. وعندما انتقل إلى مدينة قم المقدسة أيضا كان يوجه هذا التوجيه، وقد أثر كثيرا في الذين كانوا يتوافدون لزيارته. وعبر شاشات القنوات الفضائية أيضا كان يوجه توجيها مركزا في هذا الصدد، في هذا المجال. ربما نسبة كبيرة من خطبه كانت تصب في هذا الاتجاه، في الدفاع عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذه لها قيمتها الكبيرة. الوقفة ولو بهذا المقدار، لعن الله ظالميك يا فاطمة، كلمة واحدة قالتها تلك المرأة، هذه الوقفة تجلب انتباه حجة الله على الكائنات، تجلب اهتمام بقية الله على الخلق. نظرة واحدة من الإمام المعصوم تصنع من الذرة شمسا كبيرة، نظرة واحدة، نظرة واحدة من المعصوم تصنع من إنسان بعيد مشرك شخصا مثل أبي ذر. العظماء من علماء الشيعة الذين بلغوا درجات غير طبيعية، درجات مستحيلة على الإنسان العادي، هذه كانت بنظرة واحدة من حجة الله على الكائنات. هذه القضية تجلب انتباه الإمام، وتجلب اهتمام الإمام، وتجلب دعاء الإمام. أحد المؤمنين كان يقول مرارا، ذكر لي ذلك، كان يقول أنا عندما أرى سيدا من أبناء فاطمة الزهراء صلوات الله عليها لا أذكر ذكر الصلوات على محمد وآل محمد، وإنما ألعن أعداء فاطمة. طبعا اقتراحي أن الإنسان يصلي على رسول الله وآله ويلعن أعداءه. هذه الكلمة، هذا الموقف بهذا الحجم، يحبه حجة الله. الإنسان بطريقته، كل حسب طريقته حسب إمكانياته. بعض الشباب كانوا يهتمون بحفظ وتشجيع الناس، خصوصا الشباب، على حفظ خطبة فاطمة، الخطبة الفلكية، موقف عظيم. طبعا حفظ خطبة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، هذا التوجيه من الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ورد في روايات الأئمة عليهم الصلاة والسلام حفظ هذه الخطبة بهذا المقدار. البعض بأقلامهم، البعض بألسنتهم، البعض بمواقفهم. الإنسان أحيانا يسمع كلمات، شخص يقول لا داعي كذا، لا بأس، ولكن هذا الذي يجلب رضا إمام معصوم؟ الإنسان يدافع بأي طريقة، كل حسب طريقته الخاصة، يقف موقفا ولو صغيرا بهذا الحجم الصغير الذي وقفت هذه المرأة في هذه القضية، ولو أصغر من ذلك، مواقف للدفاع عن فاطمة الزهراء،
لفضح أعدائها، للتبري لنشر البراءة من أعدائها. لا أريد أن أبين التأثيرات الغيبية الكبيرة في هذه القضية، ولا أريد أن أبين التأثيرات الطبيعية لهذه القضية. هناك تأثيرات طبيعية، إنما يكفينا هذا المقدار. الإنسان يقف لفاطمة الزهراء، كلفه ما كلفه، ولكن ما هو الثمن لهذا الموقف؟ الثمن شيء أثمن من الدنيا وما فيها، دعاء بقية الله، دعاء حجة الله. هذه القضية كانت خاصة بالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يدعو لمن وقف لفاطمة الزهراء؟ لا، كلهم نور واحد. عندما الإمام يقف هذا الموقف، الإمام قلبه حسب الرواية الشريفة وعاء لمشيئة الله، يتبين الله عز وجل يحب هذا الموقف. وهذا هذا المعنى وارد عن رسول الله، إن الله يرضى لرضى فاطمة. عندما يتبرأ الإنسان من أعداء فاطمة، هذا لا يرضي فاطمة؟ قطعا يرضي فاطمة، فالله يرضى، لأن رضا الله متعلق برضا فاطمة. وبطبيعة الحال الأئمة عليهم الصلاة والسلام يتفاعلون هكذا تفاعل. القضية ليست خاصة بالإمام الصادق، الإمام الكاظم أيضا كان هكذا، أمير المؤمنين أيضا كان هكذا، رسول الله أيضا كان هكذا، رسول الله صلى الله عليه وآله الذي كانت مواقفه مع زوجاته بصورة خاصة، مع الناس بصورة عامة، مواقف لينة بأخلاق عالية، قمة في الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. عندما كانت القضية تصل إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كان يتصرف تصرفا استثنائيا. قالت امرأة كلمة كان فيها شيء من الطعن، شيء من بعيد طبعا، لأم فاطمة. رسول الله ما صبر، رد بشدة، وقف موقفا شديدا. لا نرى أمثال هذا الموقف من رسول الله تجاه أي شخص، ولكن القضية تخص فاطمة، هنا لا يصبر. هكذا بقية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الإنسان يقف لفاطمة الزهراء حسب قدراته، وكل بحسبه، يحصل في هذا العصر على دعاء. دعاء من؟ الإنسان يتمنى أن يحصل على دعاء واحد من القديسين، واحد من الصالحين، أن يحصل على دعاء واحد من المراجع المقدسين. الإنسان الذي يقف لفاطمة الزهراء سلام الله عليها، يحصل على دعاء من حجة الله على الكائنات، من بقية الله الأعظم. ولو لم يكن إلا هذا الدعاء، ولو لم يكن إلا كلمة واحدة، الإمام يتوجه بدعائه إلى الإنسان، هذه الكلمة تكفيه، حتى لو كلفت هذه المواقف الإنسان ما كلفت، حتى لو كلفت الإنسان السجن يسوى. هذا الدعاء أثمن، حتى لو كلفت الإنسان التشويه، تشويه صورة الإنسان في الإعلام، في غير الإعلام، يسوى. فكيف أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يقفون للإنسان؟ الإمام دعا وأطلق سراح المرء، وأطلق سراحها بإكرام، باحترام، باعتذار، والإمام أيضا أكرمها. هذه القضية أيضا ليست خاصة بالإمام الصادق، أيضا هذه القضية في هذا العصر نراه ولي شواهد عديدة على ذلك. الذين وقفوا لفاطمة الزهراء وتحملوا شيئا، لاحظوا مستقبلهم الدنيوي، لا أقول الأخرى، الآخرة إن شاء الله
تشملهم شفاعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وشفاعة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. لا حتى في الدنيا لاحظوا مستقبلهم الدنيوي ترونه مستقبلا غير طبيعي، مستقبلا زاهرا، مستقبلا مريحا. هذه من بركات دعاء صاحب الأمر الإمام الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات فاطمة الزهراء المباركة أن لا يفرق بيننا وبينها وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا زيارتهم في الدنيا، وارزقنا اتباعهم في الدنيا، وارزقنا خدمتهم في الدنيا، وارزقنا دعاءهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة وجوارهم في الجنة، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أمير